دماء تسال وشهداء في كل الأوطان، أطفال تتيتم والنساء تترمل، أسر تشرد وبيوت تدمر، حربا ضد الطاغي والطغيان، وشعراء يعبر عن الأوضاع بكلمات يكتبونها في الشعر عن غزة، يقوي من شكيمة الشعوب الغاضبة في كل الأوطان، حاضرتهم بالألغام وتفجراتهم لا هو موت ولا هو انتحار، إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة، منذ سنة ولحم غزة يتطاير شظايا قاذفة، لا هو سحر ولا هو أعجوبة، إنه سلاح غزة في الدفاع عن بقائها وفي استنزاف العدو، لأن الزمان في غزة شيء آخر، لأن الزمان في غزة ليس عنصرا محايدا، إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل، ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقائق الزمنية. الزمان هناك لا يأخذ الطفل من طفولته إلى الشيخوخة، ولكنه يجعله رجلا في أول لقائه مع العدو. ليس الزمان في غزة استرخاء، ولكنه اقتحام الظهيرة المشتعلة، لأن القيم في غزة تختلف. القيمة الوحيدة للإنسان المحتل هي مدى مقاومته للاحتلال، هذه هي المنافسة الوحيدة هناك. هل تعرف معنى أن يمتد ظلام الموت بكل مكان؟ هل تعرف معنى أن تبحث عن ماء تشربه ورغيف تأكله في وطن جائع؟ هل تعرف أن يبحث طفل عن أباه بين مئات القتلى؟